نقرا مثلا رساله فيليمون لما نشوفه قبل من مقابلات المسيح بنشعر ان استحاله نشيل كلمه ويستقيم المعنى. هنتكلم علشان ناكد للناس انه لا يزول منه حق. في الحلقات بتاعتنا في لقائنا مع ضيف الحلقات الباحث والمفكر الشيخ يوسف نثان، احنا بنذاكر وبندرس في يوحنا 12 في مريم اللي جاءت بقارورة الطيب عند قدمي يسوع. عايز ابتدي بسؤال، السؤال ده مش في النص، سؤال عملي وروحي. هو حضرتك اللي بتيجي من نفسك وتقدم ده بمبادرة محبة منك للمسيح وتقدم أغلى ما عندك، يعني حضرتك قلت إن دي أغلى ما تملك، قررت الطيب هي أغلى ما تملك مريم. أيوه. أنت بتعمل ده من منطلق المحبة بمبادرة محبة ولا الله أو الرب يسوع هو اللي بيطلب منك اديني أغلى ما عندك؟ الحاجتين. مش غريبة شوية إن هو يقول اديني أغلى ما عندك؟ هو في الموقف ده طبعًا ما طلبش. طيب. لكن الموقف ده استحسن وأطرى ومدح خلاص هذا الفعل حلو قوي، فيبقى ده عمل محبة. بس هذا اللي عمل المحبة يخليني أفكر، لأني دايما بفكر إيه الحاجة اللي ترضيه، إيه الحاجة اللي تدخل في نفسه السرور. طيب يبقى هو مش هو اللي بيطلب. لا بس واضح جدا بقى، ما ده اللي عمله مثلا الرب لما طلب من إبراهيم. طلب إبراهيم إيه؟ ابنه إسحاق. في يعني الامتحان الكبير كان لإبراهيم لما قال له يعني خذ ابنك وحيدك الذي تحبه، ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق. طيب فلما قدم رب نفسه أوقف يعني العملية في نهايتها، بس هل إبراهيم كان ناوي أو كان عنده؟ لا ما كانش طبعا، ما كانش ناوي يقدم، يعني ما كانش ناوي إن لم يطلب الله منه. صح يعني. كلامك مظبوط 100%. اللي احنا مفروض بقى عند، أنا دايما بقول جهز قلبك جهز حياتك إنه لما ربنا يطلب منك، مش بس لما انت تبقى عندك استعداد، لانه اوقات احنا مش واخدين بالنا ايه الاشياء اللي واخدانا بالشكل ده عنه هو وشغلانا عنه. ما هو ايه اللي كان شاغل بطرس ويوحنا ويعقوب؟ موسى وإيليا، يعني ناس عظيمه جدا في المشهد بتاع التجلي، وكانوا عايزين يصنعوا للثلاثه بقى، يعني ساووا الثلاثه ببعض بقى، الدنيا بقت سبهلله خالص. فقال لهم لا، ما يصحش في وجود المسيح ولا حتى موسى ولا إيليا. يعني في وجود المسيح انت بتسبع. عشان كده المقطع يعني شيخ يوسف، هو انا علاقتي مع ربنا انا بطلب منه، يعني انا بقول له اديني يا رب، باركني يا رب. حضرتك بتقول لي لا ده هو اللي بيطلب. طبعا طبعا، او على الاقل في اوقات هو اللي بيطلب. واحنا في اوقات كتيره لازم نقدم، ولازم نشعر في اللي احنا بنقدمه ولا حاجه. اصل انا بحسبه بسيطه بعقلانيه كامله بمنطق العالم، حتى انت كل ما لك فهو له، يعني انت ما فيش حاجه ملكك حقيقي، بالنفس اللي طالع ده، بالعيال اللي اداهم لك، بالصحه، بالثروه، لا يوجد شيء اسمه ملك فلان، ده كله انت وكيل عليه. فالوكيل ما يتصرفش كمالك ابدا، وما يقولش ان الحاجه دي حاجتي وان انا ضحيت بايه. انت قصاد تضحيه المسيح وعمل المسيح وفداء المسيح والابديه اللي اداها لك المسيح، اي شيء مش يتصغر ولا يتضاءل، يتمحي. يعني يبقى صفر، يبقى لا شيء. يعني دايما يقولوا ايه قدام ما لا نهايه، حطيت رقم مليون زي 10، زي 10 جنيه. لانه قدام ما لا نهايه كله صفر. فهو ده كل شيء، ده اعظم عطيه. انت مشكلتك، انا بتكلم هنا المشاهدين وبتكلم أيوة نفسي أيوة. قبل ما اتكلم، مشكلتنا ان احنا مش مقدرين العطيه دي خالص، مش عارفين قيمتها كفايه. القداس البابا شنودة في قصيدة لي، أنا أقول مقطع منها. هذه عيني قد أغلقتها عن رؤى الأشياء، علي أن أراك. هذه عيني قد أغلقتها عن رؤى الأشياء. إيه الأشياء دي اللي بتلمع بقى؟ دي الأضواء، ده العالم. أي بس في حاجات مش لازم تبقى غلط، يعني ممكن كلها صح. ايه الغلط اللي ممكن؟ كل شيء صح. هي قرارة الطيب دي برضو ما كانتش خطيئة، ما فيش ولا، بالعكس انت بتديله اثمن ما عندك، كل ما عندك، على زي ما شفنا في المرأة الأرملة ذات الفلسين. انا ده اللي لو تقول لي بقى المشهد ده بالنسبة لي ايه، هو ده اكتر مشهد
بيصور لي الشخص اللي قدر يتمتع بحضور الله فعليا في حياته ففعل ذلك. احنا نسأل نفسنا بقى ليه احنا في محضر ربنا ما بنعملش كده خالص ولا يجي على بالنا؟ احنا زي التلاميذ كده كترنا زي التلاميذ مش زي يهوذا. قول التلاميذ كويس وننتقد اللي حوالينا لا يسلموا من لساننا الناس اللي مسبية جنبنا. عشان كده انا بقول دايما الناس المسبية مش مهتمة. الناس اللي بتحب المحبة بتخليني مش قادر اسمع غيره هو واشوفه غير هو. يعني ما بهتم. عشان كده انا بقول بقى ما هي ده السؤال الكبير، ما هي قارورة الطيب بالنسبة لي وبالنسبة ليك وبالنسبة للمشاهد؟ كل واحد عنده قارورة طيب محتاج يكسرها او يكون عنده استعداد يكسرها. كويس يبقى جاهز يا رب، بس انت امر، بس انت شاور، انا هكسر اغلى ما عندي. وفي اللحظة دي انا بقول له انت بالتعبير ده اغلى من حياتي، انت اغلى من احلامي. يعني انا عايز اقضي العمر كله ارضيك. انا ابتسامة منك كويس، رضا منك يساوي كل العالم. اللي ما هو في الاخر هو ارى كل ما ملك العالم ابليس بس عشان يسجد لي. واحنا بنسجد كتير بقى، احنا حياتنا بننفقها كثيرا في هذا العالم من اجل مركز وعربيه وحاجه مريحه ويعني وضع افضل وتحت 100 مسمى، يعني المسيح ضد راحتنا يعني مش ايه دي. انت بتهرب. اخر حاجه اقولها بس كدرس بالنسبه لي انا هنا. ايوه احنا لسه هنيجي طبعا لتكفيل كبيره. كيف يغير الحب؟ كيف تغير المحبة، محبتنا ربنا دخولنا إلى محضر الله؟ مش فاهم. وكيف يغير محضر الله يعني ويزيد محضر الله من محبتنا له؟ لازم أو طبعا أنا ما أقصدش محضر الله دي خالص الكنيسة، مش إنها مش محضر الله، لكن كل مكان يعني مش بس وقت الخلوة. إزاي أستمتع بالحضور الإلهي؟ إزاي أتعزى بالحضور الإلهي؟ هو بولس كان في السجن، لا في مجمع ولا في كنيسة ولا وسط الأصدقاء، في السجن، وكان مليان بالفرح وكان مليان بالسلام بالرغم من أنه مضطهد ومظلوم. يعني ما فيش تهمة حقيقية، الرجل هيفرج عنه براءة في الآخر، بس قاعد في السجن مليان بالتعزيات. يعني ما عندوش مشكلة، بالعكس يقولك قيودي قالت أكثر من التخدم الإنجليزي، شايفها بركة لأنه يرى ويقبل إرادة الله الصالحة الكاملة المرضية بدون بقى تعليق منه وفلسفة منه ويا رب لو تعملها كده وزقها كده وتغيرها كده، مش هتبقى إرادة ربنا، دي إرادتك أنت بقى، ده استحسانك أنت. عظيم. أنا عايز أرجع للنص اللي حضرتك موقفنا قدامه، وهو الكلمة اللي قالها المسيح في عدد 7 من يوحنا 12، فقال يسوع اتركوها إنها اليوم تكفيني. يعني إيه إنها اليوم تكفيني قد حفظته؟ عملية التكفين دي عملية معقدة ومحتاجة وقت طويل. يعني اولا الاجساد بتدهن، واول بتغسل بالماء تنظف، وبعد كده تدهن، وبعد كده تكفن، يعني يوضع عليها قماش كتان، وجوه قماش الكتان بتوضع بعض المر والعود، يعني بعض الاشياء بالاضافه لفكره الدهن. ففي 3-4 مراحل مرتبطه بالتكفين. المسيح مش هيكفن بالطريقه دي. ليه؟ لانه اللي هيكفنوه رجاله. النساء ما كانوش موجودين، يوسف الرامي ونيقوديموس. بتكلم انه بعد الصليب يعني. بالظبط، يعني يوسف الرامي ونيقوديموس هم اللي هيكفنوه، فلم يعتنى بعمليه التكفين خالص. الكلام ده تكفينه بشكل دقيق بالظبط في يوحنا 19:39. بيقول ايه يوحنا 19؟ وجاء ايضا نيقوديموس وكان معاه يوسف الرامي، واتى يوسف الذي من راما الى يسوع ليلا وهو حامل مزيج مر وعود نحو 100 منا. وانا منن المنن اللي احنا قلنا نص لتر، حضرتك قلت لنا نص، فهنا دي 100 طيب. منن يعني 50 لتر. 50 لتر. 50 لتر اطياب. اطياب ده طب وحضرتك بتقول ان بعد ده كله لسه لم يكفن. ما عملوهاش بالشكل، يعني عملوها على عجل لانه كان مساء وتاني يوم السبت والفصح، ما كانش في فرصه. يعني دي بقولك موضوع بياخد ساعات عشان يتعمل. وهم لما راحوا تاني يوم بقى، الكلام ده في مرقس 16:1، كان قام بالاموات، يعني ما لحقوش. هم كانوا راحوا له بقى اليوم التالي اللي هو الاحد فجرا. طب ليه صورت دي على انها تكفيني؟ ما هي مش فاهمه.
يعني أنا هي بتعمله كعمل محبة وإكرام وتوقير. هو شافه بقى كده إنه بالنبوة وكأن ربنا يعني خلاها تعمل كده، أو مش كأن، إنه الله خلاها تعمل كده قصاد كل الجمع ده قبل ما ياخد بداية أسبوع الألام على فكرة تاني يوم اللي هو دخول الانتصار يوم الحد مش السبت. قبل ما يدخل الألام بقى دي كلها، دي رمزية، دي إشارة لفكرة موته قصاد كل، وهو شهد بكده لانه كان قبليها ثلاث مرات بيقول لهم ان انا رايح الى اورشليم واسلم وهم مش جايبين يعني ورافضين تقريبا ومش مصدقين ان الكلام ده هيحصل. هو دي بقى اشاره رابعه، وطبعا في سبع اشارات للمسيح فكره انه رايح للموت دي واحده منهم، وانه هي عملت كده لاجل هذا التكفين. وخلي بالك كتير من الاعدامات بقى اللي بياخد كان ممنوع تكفينهم يعني لولا ان يوسف لكي لا يكرم جسد الميت خالص. لا لا لا، يوسف الرامي كان شخص يعني مشير وراجل كبير، ونيقوديموس ناس في السنهدريم هم دخلوا ليلا واستأذنوا بيلاطس انه ياخدوا المسيح من الصليب ويدفنوه، لكن هي كانش حاجة مضمونة يعني. فهي فكرة التكفين هنا، وقال لهم الفقراء معكم كل حين وعندكم فرص كتيرة ان انتوا تحسنوا ليهم لو عايزين تحسنوا ليهم. طب ما دي واحدة منهم، ما دي فرصة منه. بس كده انت بقى بتاخد الأولوية، ما هي دي اللي بيقوله المسيح، انا مش معاكم كل لحظة. انت بتنتهز يعني بتمسك في الفرصة، بتستثمر الفرصة. انت قصادك المسيح نفسه ده هو اللي بيعوله الكل هو اللي خيره على الكل، وعليك انت يا غني وانت يا فقير. والمسيح مش ضد اكيد، ده بالعكس زي ما هنشوف دايما هو موحد نفسه مع الناس دي. إن فعلتم بأحد هؤلاء الصاغر فبي قد فعلتم إخوتي. وهم دول إخواته يعني الناس اللي مش لاقية دي، فبالعكس هو عاش عشان الناس دي، هما كانش يعني وحد نفسه معهم. لكن هنا لست معكم في كل حين، أنا عايز يعني في الحتة دي بس السؤال اللي ما قلناهوش لبعض، إيه هي قارورة الطيب دي؟ كل مشاهد كل مشاهد يقول إيه اللي لازم يكسره، إيه اللي هو محتفظ بيه، إيه اللي غالي عنده. وعلى فكرة مش الغالي، الأغلى. يعني السؤال مش إيه اللي غالي عندك، إيه أغلى حاجة عندك. أنا أعتقد اللي متجوز عنده عيال هيقول لك أولادي غالبا كده، يعني أغلى حاجة عندي. طب هم أولادك دول ملكك، تبقى كارثة يعني مش دول أولاد ربنا. طبعا هيبقوا ملكك طول ما هم مش أولاد ربنا على فكرة، لكن اللحظة اللي فيها بيعرفوا ربنا ده أنت بترتاح، ده أنت بتاخد نفسك، بقوا أولاده هم مش أولادك أنت. انت اللي هتعولهم وانت اللي هتهتم بيهم. هو انا قادر اكون معهم 24 ساعه؟ انت معهم كل لحظه، في نومهم وفي استيقاظهم وفي سفرهم وفي كل حاجه. انا هعمل ايه لعيالي؟ هو انا اعرف احميهم من اي مرض ولا من اي حاجه؟ فهي الفكره كده، مين اغلى؟ سيبك من الولاد، انت شوف احلامك انت ايه. ايه اكتر حاجه انت حريص عليها؟ الامان بتاعك والسلام بتاعك؟ ايه اللي انت خايف عليه؟ اللي انت بتروح له اخر الدنيا يعني بتبحث عنه في اخر الدنيا ومش لاقيه في المسيح. فانت لما هتكسر الاشياء دي انت هتتحرر. طب سؤال، ينفعش احتفظ بده وده؟ لا طبعا. ليه؟ خالص لا ما ينفعش مع المسيح. لا لا لا، عشان يعني هو انا لازم ادور على اي حاجه كويسه عندي؟ يعني اكن واحد لا هو ما قالكش ورث من جده قصر مليان تحف فيقوم يدور على اي حاجه غاليه ويقوم يدشها علشان بس هي اكيد التصوير ده مش صح. طب اقولك ليه؟ صح اقولك ليه؟ يعني حضرتك بتقول لي فكر في اغلى حاجه، اغلى حاجه عندك، كل أغلى حاجة عندي، بلاش اغلى حاجه عندي، اغلى حاجه عندي اماني بالزبط. اغلى حاجه عندي، وحضرتك بتشجعني ان انا اروح مش افتحها. لا حضرتك تكسر. بالذات قلت ان مش عارف متى 22 ولا مش عارف ايه 26. انه كسرتها 26 في لوقا، اسف هي في لوقا كسرتها في لوقا 14 اللي هي لوقا 14 اللي هي كسرتها. أيوه. فانت بتقول لي دور على اي حاجه وحاول تكسرها لو سمحت يعني. انا عايزك انت مش تدور على اي متعه، اي حاجه. لا امال ايه اغلى حاجه؟ اغلى حاجه انت قصاد المسيح، انت هو اداك ايه؟ هي دي المشكله بتاعتك. مش هو اللي ادهاني، مش هو اللي ادهاني. انت بقى لا، ما هو خلي بالك انت لما تستقبل العطيه دي، لما تاخد النعمه دي، المفترض الطبيعي انك تتصرف التصرف ده. انا بقول لك انا هو العلاقه الحيه الحميميه الحقيقيه الشركه مع المسيح لازم توصلك انك اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، هذه كلها تزاد لكم. همك وعولان همك وقلقك وصحتك وعمرك اللي انت بتفنيه في اشياء هي البواقي،
هي البواقي. عشان كده قال للي جم وراه يعني لما كانوا اشبحهم اعملوا ليس للطعام البائد. طيب يا شيخ يوسف، البائد والفاني. شيخ يوسف انا الخبز النازل. شيخ يوسف دلوقتي حضرتك بتقول لي دور على اي حاجه، مش اي حاجه، حضرتك قلت لي دور على اغلى حاجه طبعا واكسرها. اوكي ارجع معاك. انا قلت لا سوري، انا قلت اكسرها او كون عندك استعداد تكسرها. مش لا يعني مش بقول روح خد عيالك موتهم، بس انا بقول لا اروح اقول لا يا عيالي انا بحبك قوي يا حبيبي. وده كسره مش عايز اشوف وشك هنا تاني. بالعكس، لا 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 لا، انت الفكره انك انت لا تمتلك، انت لازم تاكد لنفسك انك لا تمتلك ولا صحتك ولا نفسك اللي طالع ده ولا مراتك ولا عيالك. ما عنديش مانع ولا عيالك، سنة انت لا تمتلك شيء، وبالتالي بتقول له يا رب انا. انت بتزعل امتى؟ انت بتتخانق معاه امتى؟ انت بتلومه امتى؟ لما بتروح، لما تروح الحاجه اللي انت فاهم انها ملكك. يعني انت متصور ان انت بتحاسبه كويس، وانه في الاخر اخذ منك حاجه بتاعتك. انك لما تقول له بقى لا نصيبي هو الرب قالت نفسي، وانه انت ميراثي الحقيقي، وانت كل دنيتي الحقيقيه، مش الترنيم، مش اللي في الصلاه، مش اللي في الوعظ، مش اللي موجود في الكتاب المقدس، لا ده اللي في حياتي انا. ففي حياتي انا بقول لك الكل ده التكريس. يعني ايه تكريس؟ هو قد يقول في صلاه الشفعيه من اجلنا، لاجلهم اقدس انا ذاتي. هو قدس ذاته، هو خصص نفسه، هو اعطى حياته من اجلنا احنا. بالتالي انا بقول لك المنطق الطبيعي، واحد بيحبك الحب ده كويس، ومش شخص عادي يعني سوري، مش بشر، ده الله اللي اظهر هذه المحبه. انت لازم تبادل له بقى الحب ده، ولا ما يبقاش في علاقه، يبقى عندنا 100,000 علامه استفهام كبيره في حياتك. انت بتدي البواقي، بتدي شويه عطايا، بتدي شويه وقت، فين حياتك بقى؟ طب انا عندي سؤال. ده نموذج رائع، او لو عايز يعني اقول اللي في قلبي، ده نموذج صارخ. طبعا اللي هو ده المحبه. اللي هو ده طبعا ده اعظم نموذج للعباده في رايي انا. لا يشابهه الا ابراهيم لما قدم ابنه. طيب ماشي، حضرتك حطت لنا محطتين، محطه من العهد القديم موجوده في سفر التكوين صح، مش عارف 21 ولا 22، والثانيه موجوده في يوحنا 12. ايوه، ما بين المحطه بتاعه تكوين 22 ويوحنا 12 مفيش ولا حاجه عبرت عن الحب غير انك تجيب اغلى حاجه وطاخ تروح كسرها كده عند يعني مفيش في الكتاب المقدس بحسب دراسة حضرتك وفهمك، مفيش أي نماذج تانية. كل الحاجات التانية دي كلام فاضي. مفيش يعني مفيش حب غير انك تجيب أغلى حاجة. طبعا مرة هو طلبها في تكوين 22 ومرة هي وما طلبهاش وهي اللي قدمتها. مفيش أي تعبير آخر للحب غير كده. أقول لك حاجة، اتفضل. المسيح لا يطلب عبيد، يطلب محبين. المسيح لا يطلب إلا تلاميذ حقيقيين لي كويس. هو يقول بقى من لا يبغض أباه وأمه وإخوته وأخواته وأولاده وحتى نفسه لا يستحقني. كلمة يبغض دي مش ما مش مقصود بها يبغض، مش مبلوعة. ما احنا طبعا عندنا وقت طويل لو عايزين بس هي فكرة بس. هنا الأولوية، لا البغضة مش أكتر من كده، فكرة إنه في مقابل قصاد محبتك لربنا وانه سبيك السبي ده، وان انت متاخد بيه قوي كده، وانك بتشتهيه، وانك دايما في حاله اندهاش قدامه، انت في حاله انك مش مصدق دايما قصاده. انت مش اخدت حاجه ورحت نمت بيها، انت باستمرار في العباده دي قصاد دي كل حاجه تقول حتى نفسك. هو اخد حاجه لانه عارف الانسان مهما انكر هيبقى اهم حاجه نفسه، هو نفسه يعني اكبر عدو لنفسه واكبر عائق في محبته للمسيح وتكريسه ليه. والناس اللي بتروح الدير دي وبتترهبن، والناس اللي بتروح اخر الدنيا في جنوب افريقيا في بوركينا فاسو مش عارف، بتروح حتت فيها ملاريا وفيها ناس بتموت، ولادهم بيموتوا هناك، دول اللي هم قالوا احنا مش هنعيش ال70 80 سنه دي الا صح، الا زي ما هو دعانا. على العموم في نفس يعني الموضوع كبير، في نفس الاصحاح اللي حضرتك موقفنا عنده بيتكلم عن في نفس الاصحاح يوحنا 12 عدد 24 وقال إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه
يهلكها. مش عارف يعني ايه. لا ازاي يعني ازاي؟ ما انا بقول لحضرتك مش عارف. ما هو هي دي الفكره، انك انت فاهم انك لما بتحافظ على حياتك، لما بتحب نفسك كويس وتنفق على نفسك من بقى لذات، من متع، من سفر، من غيره، من امور كلها رفاهيه زي الغني سواء الغبي او الغني والعذر، انت عشت حياتك صح. انت حياتك في الاخر انتهت بايه؟ انظر الى اخرتهم. لكن من يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها الى حياه ابديه. ويحفظها دي افتكر يعني مش كلمه يحفظها، دي تشبه كلمه حفظته. لا هي نفس الكلمه، فهي حياتي محفظها يعني احفظها بالظبط. هي حفظت قاروره الطيب ليوم تكفينه، فخليها زي قاروره الطيب حياتك دي، وفي يوم يبقى عندك استعداد تديها تديها للكامل. حتى لو المنطق والعقل الانساني مش بالع قوي الكلام. ما طبعا. عايز اختم بجمله قريتها، الجمله دي بتقول ايه؟ افتكرتها والفاضل الشيخ يوسف بيتكلم وبيدرس وبيتامل في الحدوته دي، حاجه بالمعنى ده. انا هقول لك الجمله بالمعنى ده. تقول: للحب منطق لا يمكن للمنطق ان يفهمه. تاني: للحب منطق لا يمكن للمنطق أن يفهمه.